ده واحدة. أنا بس عايز أأكد للسادة المشاهدين إن إحنا كنا نرغب في أن يكون معنا ضيف من أبناء المؤسسة، مؤسسة الأزهر الشريف، واتصلنا فعلا بالدكتور سعد الدين الهلالي وحال الظروف دون المشاركة، وحق الرد مكفول. ربما يكون المستشار أحمد عبد الماهر يحمل مجموعة من التأويلات لآيات قرآنية، هناك تأويلات أخرى نحن على رغبة في أن نسمعها جميعا. وسيكون معنا على الهاتف من المفترض أحد ممثلي الأزهر الشريف في قادم الحلقة إن شاء الله. يعني أنا وجهة نظري الشخصية، والمفروض أن أنا ما أقولش وجهة نظري بس، باعتبار أن ما فيش ممثل عن الأزهر الشريف، لا نتبنى مواقف بعينها، لا نهاجم مؤسسات بعينها، لكل المؤسسات ولكل الآراء احترامها في النيل الثقافية. حقيقة لدي شعور الآن أنه كان من الواجب حتما أن يكون هناك ممثل عن الأزهر الشريف ليوضح الأمور التي يتحدث عنها سيادة المستشار أحمد عبد ماهر. يجب أن أنوه أننا اتصلنا بالدكتور سعد الهلالي ولم يرغب في المشاركة، اتصلنا بالشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ولم يرغب في المشاركة، اتصلنا بالشيخ أحمد كريمة ولم يرغب في المشاركة. نحن على مستوى الإعداد لم نقصر في ندب ممثل عن الأزهر في هذا الحوار، لكن لم يكن لدى البعض رغبة في المشاركة. كان من المفترض أن تكون حتى هناك مكالمات هاتفية، وللأسف الشديد الهواتف مغلقة الآن. عليه أنا مضطر، وعفوا أعتذر لضيوفي وللسادة المشاهدين، على وقف الحديث عند هذه النقطة، على أن نعاود طرح نفس القضية في وجود ممثل أو أكثر عن الأزهر الشريف، بما يكفل وصول المعلومة كاملة وصحيحة للمشاهد الكريم. أشكركم ونلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله. شكرا سيادة المستشار أحمد عبد ماهر المفكر الإسلامي، شكرا الدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، شكرا جزيلا. أهلا بك. نلتقي الجمعة القادمة، تصبح على خير.